وعبر سكايب ينضم إلينا من سهل نينوى المطران مارك بنديكتس يونان حنو، راعي أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك. أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. بداية، إضافة إلى ما ذكر في التقرير السابق، ما هي المطالب التي جاءت في تظاهرات اليوم أمام مبنى قائمة مقامية الحمدانية في الموصل؟ مساء الخير أختي العزيزة، وشكرا لهالفرصة لكي نعبر عن مطالبنا أيضا عبر قناتكم الرسمية اللي هي صوت الشعب. أيضا المطالب اللي نحن قدمناها هي كانت 5 مطالب. المطلب الأول اللي هو إيقاف حالات التغيير الديموغرافي. الشيء الثاني كان أن قواتنا الأمنية أن تكون قوات موحدة. الشيء الثالث اللي هو كان بمقاعد الكوتا المسيحيه وحصر سجل الناخبين فقط بالمكون المسيحي. والشيء الرابع كان هو الدرجات التعويضيه اللي نحن صارنا فتره طويله كي نطالب بها في حال قدم احد المسيحيين التقاعد انه ان يعوض ببديله. ايضا ما كان لقي اي نتيجه، وعندنا ايضا درجات كثيره بهذا المجال مفقوده، حاول كثير أن نحصل عليها ولكن لحد الآن ما تلقينا أي نتيجة إيجابية. والشيء الآخر اللي كان أيضا استنكارنا للاعتداء على الكتب المقدسة والمراجع الدينية. أتصور هذه المطالب هي مطالب شرعية وهي مطالب دستورية، ما بها أي مخالفة دستورية للدستور العراقي ولا بها أي أذية لأي مكون موجود في سهل نينوى أو موجود في محافظة نينوى بالكامل، ولا أيضا ضد أي جهة سياسية. هي مطالب لهذا الشعب الأصيل المتجذر في هذه البلد اللي صار له أكثر من 2000 سنة. وقف الاعتداء على الرموز الدينية بحسب ما ذكرته مطران أمار بنديكتس، يعني وضع حد لاستهداف هذه الرموز، من المقصود بهذه الرموز ومن هي الجهات المستهدفة لهذه الرموز؟ أتصور أختي العزيزة صار الموضوع واضح جدا باستهداف هذه الرموز الدينية. الإعلام أكيدا كله تحدث بهذا المجال، وهي صارنا فترة طويلة كي نتكلم بالرموز الدينية اللي كي تهان ولكي يقدم لها المحاكم والشكاوي وكل هذه الأمور. وأيضا آخرها اللي كان سحب المرسوم الجمهوري من غبطة الكاردينال مارفائيل الويساكو اللي هو كاردينال في الكنيسة الكاثوليكية وأيضا هو راعي للكنيسة الكلدانية في العراق وفي العالم. من يقف وراءه؟ يعني أكيدا يمكن الواضح اللي كان اللي قدم لسحب هذا المرسوم يمكن هو هذا الرئيس الأساسي اللي كان واقف وراء هذا العمل. ومن بعدها اللي صارت كثير من الفضائيات تتحدث، أكيدا الشكوك كلها هناك. من تحدث بأنه المرسوم غير دستوري، هل هناك جهة أخرى أو سبب آخر؟ يعني أختي العزيزة، هل اليوم المشاكل المسيحية هي متعلقة بهذا المرسوم أنه سواء كان دستوري أو غير دستوري؟ هل نحن اليوم المسيحيين بصورة خاصة والعراقيين بصورة عامة ما عندنا مشاكل هي أبعد وهي أقوى من هذا المرسوم سواء كان دستوري أو غير دستوري؟ يعني هل كل الأزمات اليوم اللي كان يعاني منها الشعب العراقي بصورة عامة والمسيحيين بصورة خاصة هل انحلت؟ يعني التعيينات موجودة متوفرة. تواصلتم مع الحكومة مع القضاء بهذا الخصوص؟ أكيدا أكيدا غبطة الكاردينال عنده كثير تواصل بهذا المجال، بس بينت بأنه هناك خلق بلبلة جديدة تضاف إلى وخلق إشكالية جديدة تضاف إلى إشكاليات هذا المكون الأصيل اللي هو المكون المسيحي بالكامل وليس إلى شخص واحد. يعني ما أريد أن أقوله من خلال قناتكم المحترمة إنه استهداف غبطة الكاردينال ليس استهدافا شخصيا وإنما هو استهداف عام، لأنما عندما يهان الرمز فكل الأشخاص التابعين لهذا الرمز هم أيضا مهانون. طيب، تحدثتم عن محاولات تغيير ديموغرافي، أي المناطق تحديدا تتعرض لهذا التغيير ومن المستفيد والذي يقف خلفها؟
بالنسبة للتغيير الديموغرافي يحمل عدة مجالات. هل الأمور صارت واضحة وصارت المطالب بها؟ قبل 20 سنة من 2003 بدأت هذه الحملات بالتغيير الديموغرافي، وبدأت أيضا المطالبات بإيقاف التغيير الديموغرافي. ويوجد في الدستور العراقي في المادة 23 ثالثا باء يحظر البيع والشراء للتغيير الديموغرافي. فبما أن هذه المسألة وجدت في الدستور، فمعناها بأن هناك إشكالية حتى ترفع ويكون هناك بند في الدستور العراقي. أيضا اليوم نحن لما كنا نتكلم عن التغيير الديموغرافي قبل فترة وليست بعيدة جدا، أن محافظة نينوى كان لها فكرة توسعية بتوسع المحافظة. كفكرة أولى كانت 10 كيلومتر، بعدين صارت 7 كيلومتر، بعدين ألغيت. زين ليش ألغيت؟ لأنه قسم من الإخوة أيضا اعترضوا واعتبروا بأن هذه الزيادة هي تغيير ديموغرافي أو هي تأثير على مناطقهم. فاليوم التغيير الديموغرافي ما فقط يحمل جهة واحدة أو مكون واحد، ممكن أن يكون بعض القرارات الصادرة من الدولة أن تأثر إلى التغيير الديموغرافي. أيضا تسمية مناطقنا بالمناطق المتنازع عليها، أيضا هذا يعتبر تأثير على هذه المنطقة. يعني أنا أستغرب لما نحن طالبنا وتكلمنا بتغيير الديموغرافي، ظهر مكون واحد في السهل وكأنه اعتبر بأنه هو المعني. في السهل نينوى عندنا كثير من المكونات، عندنا المكون المسيحي، وعندنا مكون اليزيدي، وعندنا المكون الشبكي، وعندنا مكونات من القومية الكردية، وعندنا السنية، وعندنا الشيعية، وعندنا غيرها. زين ليش فقط مكون واحد أخذ على نفسه وكأنه نحن طالعين ضده وكأنه هو صار المسبب؟ يعني هاي شغلة. طيب. أيضا طلبتم بقانون انتخابات يمنحكم حرية اختيار ممثليكم، مما يشكو القانون الحالي، ألا يعطيكم هذا الحق؟ قانون الحالي بما أنه هي الكوتا المسيحية وهم خاصين بالمكون المسيحي، لا يمثلون العراق بشكل كامل، وإنما يمثلون فئة معينة، مكون واحد. نتمنى أنه هذا المكون فقط هو له الحق أن يختار هذا الممثل لإله. بينما في قانون اليوم اللي موجود في الانتخابات العراقية بأنه يحق لأي شخص من خارج هذا المكون أن يصوت للأشخاص اللي داخلين في الكوتا. مطران مار بنديكتس، تعتقد هذا الطلب يعني واقعي؟ يعني هل النائب المرشح الشيعي ينتخبه الشيعة فقط، والنائب المرشح السني ينتخبه السنة فقط، والكردي وهكذا؟ سؤال جميل جدا. لما يكون القائمة هي لا 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 تشمل المقعد الخاص، يعني اليوم لما نتكلم عن المكون الشيعي أو مثلا السني، أعداد البرلمانيين مالتهم هي أعداد كثيرة وتمثيلهم هو كثير. بينما نحن كمسيحيين ككوتا مسيحية يعني هي 5 أشخاص فقط، يعني هذا الشخص راح يتكلم باسم المسيحيين بالكامل. بينما النائب البرلماني الموجود في البرلمان العراقي من خلال المكون الشيعي ومن خلال المكون السني ما يتكلم باسم كل الشيعة ولا باسم كل اخوتنا الشيعة واخوتنا السنة، ولكن يتكلم فقط بجهة واحدة او من يمثله شخصيا. بينما المسيحيين نحن وايضا اخوتنا الشبك واخوتنا الأزيديين ككوتات نحن مستقلة، فهذا الممثل يتكلم باسم المكون بكامله. يعني المسيحي يتكلم باسم المسيحيين، وأخونا الشبكي يتكلم باسم الشبك، وأخونا اليزيدي باسم أخوة اليزيدية. لذا نتمنى أنه هذه المقاعد تكون حصرا للمنتخبين لها مسيحيين. ممتنة كثيرا لك على حضورك معنا عبر سكايب من سهل نينوى، المطران مار بنديكتس يونان حنو، راعي أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك. شكرا جزيلا لك.